عقد احتفالات اليمن هنا بالذكرى الثانية للثورة. إليك عثمان. شكرا شكرا لكم عبد الصمد وفيروز. بالفعل إذن اليوم يوافق 11 من فبراير وهي الذكرى الثانية للثورة اليمنية التي يحتفل بها اليمنيون في مختلف المناطق ومختلف المدن. الرئيس عبد الرب منصور هادي بهذه المناسبة وجه كلمة لأبناء الشعب في صحيفة الثورة الرسمية وتحدث فيها عن الشرعية الثورية، كان ذلك ملفتا وقال إنه هذه الشرعية الثورية لم تكن لتحقق أيا من أهدافها لولا التضحيات الكبيرة التي بذلها أبناء الشعب اليمني، وقال أيضا إن الشرعية الدستورية لم تتمكن من الصمود أمام مطالب التغيير. الاحتفالات مستمرة إذن وإحياء الذكرى مستمر في عدد من المدن والمناطق، وبهذه المناسبة أيضا رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وجه التهنئة لأبناء الشعب اليمني وقال إن الثورة اليمنية نجحت في تحقيق الكثير من أهدافها وإن من يشككون في ذلك إنما يريدون إحباط أبناء الشعب اليمني. قال هذا الكلام خلال زيارته لمقبرة الشهداء في الوقت الذي ما زال فيه الجدل يثار حول الحكومة وإهمالها لملف الجرحى. أقول لهم أن هذا اليوم بقدر يعني ما نشعر بكثير من الحزن، ونحن نزور مقبرة الشهداء أحد إحدى مقابر الشهداء ونشعر بالألم لأن بسبب ما يوجد من جرحى، إلا أن عزائنا أن الثورة انتصرت وستنتصر بإذن الله، ومن يشككون في انتصارها هؤلاء يريدون أن يحبطوا الناس. المستقبل أمامنا تحديات كبيرة، لكن علينا أن نكون قادين وأن تكون لدينا العزائم لقهر هذه التحديات. الوضع الآن أحسن مما كان عليه لكنه ليس كما نريد. وتنضم إلينا إذن شبكة مراسلين، ستنضم إلينا أولا صفاء كرمان من عدن، وصفاء أيضا معنا حمدي البكاري من تعز، ومن صنعاء معنا أحمد الشلفي. سوف نبدأ من عدن. عدن مختلفة عن بقية المناطق، صفاء سوف تخبرنا المزيد عن ذلك. صفاء تفضلي، ماذا هناك؟ بالفعل عدن الأجواء اليوم في بالفعل عثمان عفوا الأجواء اليوم في عدن مغيمة من الناحية الطبيعية وأيضا من الناحية الثورية والسياسية. عدن اليوم ليست كبقية المدن في المحافظات الأخرى تحتفل بذكرى الثورة، إذ تم تأجيل الاحتفالات التي كانت من المتوقع أن تقام اليوم، احتفالات كبيرة بمشاركة جماهير كثيرة، لكن بسبب تحذير وتهديد فصيل من الحراك الجنوبي لأي جهة تريد أن تحيي هذه الذكرى قام المنظمون لها بتأجيلها إلى 21 من فبراير، وذلك منعا لسفك الدماء وتجنبا لوقوع اشتباكات. طبعا 21 فبراير بالذات له رمزية خاصة، وهو اليوم الذي اختار فيه الشعب اليمني عبد ربه منصور كمرشح وحيد الرئاسة، وهو اليوم يقولون أنه اليوم الأساسي لذهاب علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع. طبعا عندما جلنا في شوارع عدن هناك تعزيزات أمنية كبيرة على مداخل الشوارع الرئيسية، وذلك بسبب أنه كان هناك توقعات إذا أقيمت هذه الاحتفالية قد تحدث اشتباكات. في الواقع في الأسابيع القادمة في 16 من فبراير أيضا يتوقع أن يكون هناك احتفال جماهيري كبير، إذ يرى العدنيون أو عفوا الجنوبيون يرون بأن الذكرى الحقيقية للثورة هي ليس في يوم اندلاعها ولكن في يوم سقوط أول شهيد لثورة التغيير الذي سقط في عدن محمد علي شاعن، وهم يرفضون الاحتفال بالحادي عشر من فبراير لأنهم يرون أن الثورة لم تنجح بعد، مطالبهم لم تحقق بعد، القضية الجنوبية لا زالت موجودة، الحراك الجنوبي يعتقد أنه اليوم على الساعة 5 سينزل في مظاهرة لا يعرف ما هي مطالبها بالتحديد. فعدنا اليوم هناك كان شعور لكثيرين من المؤيدين لهذا اليوم بأنهم يريدون أن ينزلوا ويحتفلوا مع بقية المدن في ذكرى انطلاقة الثورة اليمنية، لكن منعا لسفك الدماء. شكرا صفاء، شكرا لك، شكرا لك صفاء. ذلك في عدن. ماذا عن تعز الذي بدأت الاحتفالات فيها بالأمس؟ هناك احتفالات كبيرة إحياء لهذه الذكرى. حمدي،
ما الرسائل أو الرسالة التي يريد أن يوجهها الثوار من خلال الفعاليات التي يقومون بها في الذكرى الثانية؟ عثمان، هناك فعلا أكثر من فعالية منذ البارحة بإيقاد شعلة الثورة، وفي الصباح مظاهرة، واليوم هنا حيث أقف في ساحة الحرية بالمدينة مهرجان. هذه الفعاليات كلها يبدو أنها تشير إلى أن نسبة ما تحقق على مستوى التسوية السياسية لا ينسجم مع مستوى التغيرات التي حصلت ومنسوب الطموح الذي يسعى إليه الناس في المدينة من خلال خروجهم في الثورة قبل عامين. إذن الناس إيش في؟ إذن أسمعك، أكمل حمدي، أكمل أسمعك حمدي، تفضل. نعم، إذن منسوب التوقعات الذي كان لدى شباب الثورة يبدو أنه أكبر من مستوى إنجازات التسوية السياسية. إذن هناك مشاكل لدى كثير من الناس، الناس لا يشعرون بتقدم كبير في مستوى حياتهم ومعيشتهم، أيضا يريدون من حكومة الوفاق الوطني أن تنجز بشكل أسرع، أن يشعرون بأن هناك تغيرات في حياتهم إلى مستوى أفضل. هناك مطالب سياسية أيضا تتعلق بإنهاء بقايا نظام صالح، وكذلك هناك مطالب بإلغاء قانون الحصانة، وكذلك هناك مطالب بأن يتم التعجيل بالعملية السياسية لما يخدم أهداف الثورة وينسجم مع أهداف الثورة. يمكن القول بشكل عام أن هذه الرسالة الهامة التي أراد شباب الثورة في مدينة تعز توجيهها هي أنه لابد من أن الثورة قد تستمر إذا لم يتم الاستجابة. واضح حمدي، أهداف الثورة من خلال البوابة السياسية. ماذا عن صنعاء؟ إذن يتواجد هناك أحمد الشلفي. أحمد، الاحتفالات أو فعاليات إحياء ذكرى الثورة في تعز فيها عشرات الآلاف الذين جاءوا من مناطق مختلفة، ماذا عن صنعاء؟ نعم عثمان، أنا أحدثك الآن من شارع الستين بصنعاء طبعا، وشارع الستين على مدى العامين الماضيين ربما منذ بداية الثورة السلمية في 2011 كان هو الشارع الذي يمثل الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كانت تقام فيه المظاهرات والمسيرات والمهرجانات وأيضا كل الجمع الثورية كانت تقام فيه. الآن طبعا كما تشاهد أو كما تشاهدون يشاهد المشاهدون خلفي يعني الكثير من الناس، ومع الآلاف من الناس الآن يتوافدون لإقامة هذا الاحتفال بمناسبة ذكرى الثانية للحادي عشر من فبراير. طبعا في العاصمة اليمنية صنعاء طبعا هناك تجمعات للجيش، هناك أيضا تجمعات للأمن، وهناك أيضا تجمعات للثوار، وربما يتوقع أن يبدأ هذا الحفل في الساعة الخامسة والنصف. طبعا يلاحظ المشاهدون ورأي هذه الأعداد الآن التي بدأت تتوافد إلى هذه الساحة من جميع الأصناف، من النساء، من الشباب، من الرجال، حتى من رجال الجيش والأمن. لكن عثمان، طبعا الذي يحدث الآن أن الكثير من الثوار القادمين إلى هذه المحطة يعتقدوا إلى هذا المكان يعتقدون بأنه من المهم الاحتفاء أو الإحياء هذه الذكرى، ولكن هناك مطالب كثيرة لابد من تحقيقها كما يقولون. هناك أشياء كثيرة لابد أن تكون تحفر عميقا هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية لتستطيع أيضا الوصول إلى المواطن العادي، ولتقول للناس بأنها نجحت وانتصرت، خاصة وأن النظام السابق أو نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يعني كان قد أدخل البلاد في الكثير من هذه الأزمات. لذلك يعتبر هذا الإحياء أيضا مواصلة لطريق الثورة واستمرار لطريقها رغم كل ما يتحدث عنه الثوار من هذه الصعوبات. شكرا لكم جميعا. إذن شكرا لأحمد الشلفي في صنعاء وحمدي البكاري في تعز وصفاء كرمان التي تحدثت إلينا.